طبعا هذه العروض تأتي من تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة. في هذه النسخة من العروض رصدنا الكثير من الهدايا اللي بلغت قيمتها لأكثر من 3 ملايين درهم. طبعا هذا كان السحب الرئيسي الثاني في السحوبات اللي نجريها كل 20 يوم في 10 أغسطس في ميجا مول الشارقة. تم سحب 25 اسم من صندوق السحوبات. الجوائز تنوعت بين سبائك ذهب وبين إقامات فندقية وقسائم مشتريات تصل قيمتها إلى 3000 درهم للفائز الواحد، بالإضافة إلى الكثير من الأسئلة والجوائز في مراكز التسوق التي تمنح للفائزين. هناك أكثر من 400 فائز خلال عروض صيف الشارقة 2024 على مدى فترة العروض، وبإذن الله سيكون السحب الأخير في الأول من سبتمبر في مركز صحارى. طبعا ستكون جوائز كثيرة ومتعددة مثل الجوائز اللي تم السحب عليها اليوم، بالإضافة إلى سيارة انفينيتي.